لكل سائقي تطبيق ديزي تاكسي. في هذا الفيديو راح نشرح لكم كيفية العمل مع تطبيق ديزي تاكسي. ديزي تاكسي هو تطبيق لطلب سيارات الأجرة في الجزائر، يعني نخدمه مع سائقي سيارات الأجرة. أولى المراحل، حمل تطبيق ديزي تاكسي شوفور من متجر بلاي ستور. بعد التحميل سجل روحك معنا، قم بتعبئة معلوماتك الشخصية ومعلومات سيارتك. بعد ذلك قم بتصوير رخصة سياقة وتحميلها في التطبيق. سيتم قبولك وتبدأ في تقبل الطلبات. بعد انتهاء 30 يوم من العمل ادفع رسوم ديزا تاكسي في الحساب البريدي. رقم الحساب البريدي لديزا تاكسي موجود في التطبيق. احتفظ بالإيصال وقم بتصويره وتحميله في التطبيق. وهذا كل ما يخص. ما لو وش راك تستنى؟ حمل تطبيق ديزا تاكسي شوفير وبدأ تجمع الأرباح.